نائب وزير الشؤون الإسلامية كيحل للسعودية أن كل واحد معارض النظام. الشيخ النهاري هضر على هذا الموضوع، تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهاية. الاستبداد في العالم الإسلامي في الحكم الجبري لا يريد لأحد أبدا أن ينفرد برأي أبدا، وإنما لا يقبل منك حتى السكوت إذا قام بعمل مناف للدين. فعليك إذا كنت تريد السلامة لنفسك أن لا تسكت فقط عن ذلك، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولكن عليك أن تصفق للباطل. وهذا من أكبر الفتن التي تتعرض لها الأمة في دينها، خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة شرع ربنا. هذه الأولى. الثانية، أن هذه الدول التي تعيش الحكم الجبري في العالم الإسلامي كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي شعارها ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، كما أنها تقوم بتعليب كل شيء من المنسوجات والمصنوعات وكل المواد التغذية، هي أيضا لها ما تكون به وتصنع به عقول حتى العلماء. ولذلك فهنالك علماء مصنوعين أيضا على أعين هذه الأنظمة، فكما أنها تصنع إعلاميين لخدمتها وتثبيت دعائم هذا الاستبداد، وكما أنها تقوم أيضا بتكوين ما يسمى من يشهر لهذه الأنظمة من المغنيات ومن اللاعبين وتنفق في ذلك الأموال، فهنالك إذن إنفاق المال لتكوين ما يسمى بعلماء حتى تستوعب هذه الأنظمة الشعب كله على اختلاف ما يسمى بالقضايا التي تهواها. كل واحد وما يهوى. فالذين يحبون الدين لابد أن نصنع لهم رجال ذي لحى ولهم عمائم يخاطبونهم أيضا بالدين، وبذلك يستوعب هذا النظام التحكمي في كل مفاصل وكل وسائل التواصل مع الشعوب لتكوينها على أن تعيش خانعة لا تقول أي شيء بل تصفق للباطل كما يحدث في هذه الشعوب. وإنا لله وإنا لراجعون. ما الذي تريد أن تقول من وراء هذا السياق؟ نعم، الكل يتحدث عن مسألة هذه الفتاوى التي تخرج من أفواه بعض هؤلاء العلماء المصنعين أصلا للقيام بهذه المهنة القذرة والعياذ بالله. وهنا لابد أن نؤكد أن هذا ديدن ومطمح كل الأنظمة، حتى التي كانت تحكم بالإسلام كانت تريد دائما أن يكون لها علماء يصفقون لها، لكنها لم تصل إلى هذه الدرجة من أنها تمنع كل صوت حر يريد أن ينهى عن المنكر. وإنا لله وإنا لراجعون. وبالرجوع إلى التاريخ الحديث ليس ببعيد، عبد الحميد كشك رحمه الله حينما أراد جمال عبد الناصر أن يعدم سيد قطب الذي وقف شامخا في وجه الظلم، والذي من جملة ما قال: أتعتقدون أن الجنود الذين الآن يعيشون في هذه البلدان تعتقدون أنهم إنما صمموا لعقيدة خدمة الأمة والدفاع عن حدودها؟ لا، إنما أسست بعقيدة ما يسمى متابعة الشعوب ومنعهم من الإدلاء برأيهم، هذا هو الذي صنعت من أجله. وكانوا لا يتحملون أبدا أن يسمعوا من عالم صاحب الظلال هذا الكلام، ولذلك فهو يسب ويشتم من هذا التجار الذي يسمى المدخل والجامي. فكشك رحمة الله عليه جاءته المخابرات أو ما يسمى
هؤلاء الذين يعملون في هذا الإطار. فأمروه بأن الرئيس وأن الدولة تريد منك أن تصدر فتوى في خطبة الجمعة القادمة تستبيح فيها دم الشهيد سيد قطب. فتمتم بكلمات ولم يجبهم، ثم بعد ذلك وقف على المنبر لكي يقول ما يعتقده، ثم خجب ظن عبد الناصر وزبانيته في أن يأخذ منه فتوى لشعبيته حتى يقوم عياذا بالله بهذه المسألة، مسألة الإعدام. فقال كلمة الحق ودخل من أجلها السجن، ولم يبع دينه أبدا، ولم يبع آخرته بدون غيره رحمه الله. هكذا كان العلماء عبر التاريخ لا يبيعون آخرة بدون غيرهم، فإن من يبيع آخرته بدون غيره هؤلاء الذين يلوون أعناق النصوص من أجل خدمة المستبدين عياذا بالله. فقد قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، هنالك الخاسر هو الذي يبيع آخرته بدنيا. على كل حال يستفيد في هذه الأيام التي تمر بسرعة في هذه الدنيا، ولكن الأخسر هو الذي يبيع آخرته بدنيا غيره، هو لا يستفيد حتى في الدنيا، ولكن يصير عياذا بالله ورقة من الأوراق للنظافة يمسح عليها النظام أوساخه وظلمه لكي يحمل هذا العالم عياذا بالله نتيجة فتواه الظالمة وزره، ووزر هذا الدين الذي يحمله، ووزر هذا النظام، ووزر الظلم الذي ينزل على كل من أوذي بسبب فتواه. ففي بلد الحرمين تعرفون الآن، نسأل الله العفو والعافية، كيف قام النظام هنالك بسجن العلماء الربانيين، وهم لحد الآن يقبعون في السجون لم يقولوا شيئا، ولكن كان هنالك تهيئ لهذه الأوضاع الحالية بحيث نصل إلى هذا الذي وصلنا إليه. فرأينا كيف أسست ما يسمى بلجنة الترفيه أو لهيئة الترفيه، فصارت بلاد الحرمين تستقبل استقبال الفاتحين ما يسمى بالمغنية نانسي عجرم. والله حينما رأيت ذلك يا الله، تفتح بلاد الحرمين ذراعيها لكل عياذا بالله، يا الله يا الله. والمهرجانات وما يسمى بالترخيص للخمور هناك في الرياض، أمور كثيرة يعطى عياذا بالله نسخة لخاتم رسول الله الذي كان يختم بها رسائله إلى عظماء أهل الأرض، إلى راقصة من الراقصات، يؤتى بكل هؤلاء الذين ولغوا في الفساد حد الأذقان، فيستقبلون استقبال الفاتحين. ألاعب الكرة تنفق عليهم ملايين الدولارات، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم، لا لا، بل خرج هؤلاء الذين صنعوا في مصانع تلك الأرض لكي يخرجوا على الناس بأمور عجيبة. إذا رأيت الحاكم يزني ولو لنصف ساعة على الشاشة لا يجوز لك أن تحدثه عن ذلك، وعليك أن، بل لو رأيته يا الله، كلام يستحيل إنسان أن يقوله، يصدر عن أمثال هؤلاء اللحى. يا رب يا رب يا رب، ما هذا؟ سمعنا عياذا بالله علماء يسبون المقاومة ويلعنونها ويقول إنها شر، ويقول هذه فتنة وهؤلاء مبتدعة. فقد ملأوا أسماعنا عياذا بالله بكلام خطير جدا في مثل هذه الظرفية الحساسة. وقد رد العلماء رضوان الله عليهم وثبتهم الله على كثير من هؤلاء، ثم جاء هذا الأخير لكي يخرج بالطامة الكبرى، نائب وزير الأوقاف نسأل الله العفو والعافية، والذي خطب خطبة مسجد نمرة في يوم عرفة للحجاج
للعام الماضي هذا الرجل خرج عياذا بالله بكلام غريب غريب جدا 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 جدا، وهي مسألة أن هؤلاء العلماء القابعين في السجن الذين يقولون الحق الذي يعني قتالهم يجوز بل هو رحمة بهم، فتوى بقتل المعارضين واعتبار أن ذلك رحمة بهم، ثم علل ذلك بقوله لأن بقاءهم أحياء يزيد من معاصيهم، فرحمة بهم ينبغي أن يوضع حدا لحياتهم. لم نكن نعتقد أن نصل إلى هذه الدرجة، فتوى بتحليل دم البراء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أي دليل عندكم أيها العلماء؟ أنتم تعرفون أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني المحصن الذي زنى وثبتت عليه، قاتل النفس بغير حق، وهذا المرتد الخارج عن الجماعة، هؤلاء الثلاثة. فبأي شيء وبأي قانون وبأي شرع وأنت تتحدث باسم الدين تستبيح دماء البراء؟ يا الله يا الله يا الله. ثم بعد ذلك تقول إنهم هؤلاء خوارج. من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا على الأمة بأسيافها، وسيدنا علي حينما سئل عن الخوارج قال: إخواننا بغوا علينا ولهم علينا ثلاثا، علينا أن لا نبدأهم بقتال، شوف شوف، إنما يدافعون فقط. ثانيا: أن لا نمنعهم من مساجدنا. ثالثا: أن لا نمنعهم من الفيء، أي إذا جاهدوا معنا فلهم حظهم في الغنيمة. هل هؤلاء خرجوا بسيوفهم على الأمة؟ هؤلاء كانوا ينصحون، ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ألم يقل الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ تقول ثانيا بأن هذا ينبغي أن يقع في دائرة طاعة أولي الأمر. من قال لك إن طاعة أولي الأمر كما تقول ينبغي أن تكون في كل حال؟ ها؟ إنما تكون طاعة أولي الأمر إذا كانت منضبطة بطاعة الله ورسوله. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، أي طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، ولكن ينبغي أن تكون منضبطة بطاعتهم لله ولرسوله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أتريد أن يسكت العلماء عما يقع هنالك من منكرات، من والعياذ بالله أعمال والعياذ بالله منافية حتى لما كانوا يدرسون للناس أولئك العلماء عن قضية الولاء والبراء؟ حينما تكون الدعم لأعداء الله في جسر بري كما ذكرنا من قبل ذلك، فتصل أعداء الله المعتدين على إخواننا، كل هذه الإعانة وهذا الدعم الذي لم يعد خافيا على أحد، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسكت على كل هذا، تسكت على كل هذه المنكرات التي تقع في أرض الحرمين، وحتى السكوت لا يفيدك إذا كنت عالما، بل عليك أن تصفق. وقد رأينا بعض العلماء كان فيهم إمام الحرم المكي، والآن نراه والعياذ بالله يعمل أعمال يندلها الجبين، يدخل إلى تلك الأماكن التي يلعب فيها القمار يفتتحها، الله أكبر، ويذهب إلى مواقع للسياحة للتزحلق. والله إن الأمر غريب، فتن كقطع الليل المظلم، يصير الحليم حيرانا. قال عليه الصلاة: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. ألم يقل الله تعالى:
ضرب الله مثلا أو واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه خلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله، هل يصل الإنسان إلى هذه الدرجة؟ ثالثا يقول لك بأن هؤلاء محاربين لله ولرسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يحاربون الله ورسوله. هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يحاربون الله ورسوله. هل يقطعون الطريق عياذا بالله؟ هل يسطون على الناس؟ هل يعتدون على الحرمات نهارا جهارا؟ ما هذا؟ هؤلاء ينصحون، وهذه مهمة العلماء، وصلاح الدنيا بصلاح العلماء والأمراء. فما هذا الذي يقال؟ الله أكبر، يحاربون الله رسوله، أن يقطعوا يصلبوا تقطع أيديهم. هؤلاء العلماء يحكموا عليهم بهذه الآية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالإنسان فعلا يستغرب في هذا الزمان، يحار في هذا الزمان، طالما أمطروا آذاننا وهم يدافعون عن العقيدة، عن الولاء، عن البراء، ها؟ ولكن هذا الزمان زمان أعلنت فيه أمريكا أنها بصدد الإشراف على لجن في وزارات التعليم في العالم الإسلامي لتغيير المناهج، تغيير المناهج كلها، وعلى كل من يعارض أن يصمت، وإذا لم يصمت أو صمت ولم يزكي هذه السياسات فيسجن ولا يكتفى بسجنه. ها هم الآن يتحدثون عن مسألة الإعدام. ولذلك فكأنني بإذن الله بهذه الفتاوى التي تخرج الآن بهذه الجرأة العجيبة على أحكام الله سبحانه عز وجل، يهيئون البيئة لكي تتقبل إعدام بعض هؤلاء العلماء كما يشاع في وسائل التواصل والإعلام في تلك الأرض المباركة أرض الحرمين. أخيرا أقول هم يعلمون ويعرفون يا الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر كان ينظر إلى مكة ويقول ما أعظمك وما أعظم حرمتك وإن حرمة المؤمن أعظم منك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، فكيف بعالم رباني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحجة على من يريد عياذا بأن يتنكب الصراط المستقيم. الله 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 الله. يقول تعالى في من يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربعا يا أخي، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نسأل الله تعالى سبحانه أن يفرج عن علماء الأمة في سجون هذه الأنظمة الظالمة. أسأل الله تعالى أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا،
وأن يكرم الأمة برؤيتهم أحرارا يؤدون رسالة الأمر والنهي والنصيحة والدعوة إلى الله، فما أحوج الأمة إلى هؤلاء. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. المهم حتى هنا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبك الفيديو خلي لايك، قلنا الآراء ديالك في الكومنتير. تهلاو.